مساء الخير على حضراتكم، اهلا بكم معانا. يوم جديد من الحياه اليوم، بدايه الاسبوع، عدد كبير من الاخبار اللي هنتابعها مع حضراتكم حالا، وفي مقدمتها اخبار متعلقه بالشريان الملاحي الاهم في العالم بالنسبه لحركه التجاره العالميه. بتكلم طبعا عن قناه السويس. والحقيقه على الرغم من الازمه العالميه والوضع الاقتصادي في العالم كله، الا انه في نقدر نقول ميزه ايجابيه او فوائد بالنسبه لقناه السويس، لان احنا من فتره الحقيقه واحنا بنتعامل مع قناه السويس أخبارها بنركز على طول لأرقام قياسية ومعدلات غير مسبوقة بالنسبة للإيراد السنوي لقناة السويس، وكمان يعني أعلى معدل لعبور السفن. النهاردة الرئيس اجتمع مع السيد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، والاجتماع كان لمتابعة المشروعات ونشاط الهيئة، والرئيس اطلع على معدلات حركة الملاحة بالقناة خلال العام 2021-22. طبعا في كلام وعناوين مهمة جدا اتقالت خلال هذا الاجتماع، منها ان سياده الفريق اسامه ربيع اتكلم على ان حفر قناه السويس الجديده والتطوير المستمر للقناه ورفع كفائتها ده اللي عزز من قدرات القناه كمحور عالمي للتجاره ودعم الاقتصاد الوطني للدوله. تفاصيل اكتر هنسمعها من سياده الفريق اسامه ربيع رئيس هيئه قناه السويس، مشرفنا على التليفون. مساء الخير يا فندم، برحب بحضرتك. اهلا بيك يا فندم. اهلا وسهلا. يعني اخبار طيبه وايجابيه كلها متعلقه بقناه السويس خلال الفتره اللي فاتت، اهم العناوين او اهم مدار خلال هذا الاجتماع يا سياده الفريق. هو النهارده الحمد لله يعني احنا كان في ثلاث محاور بنتكلم فيهم، اولا حركه الملاحه والاحصائيات والارقام القياسيه اللي حققتها قناه السويس خلال السنه السابقه، وكنا بنتكلم في تطوير القطاع الجنوبي، وكنا بنتكلم في استراتيجيه الهيئه لتطوير سياحه اليوم. لو بصينا كده مثلا على، لو حضرتك تحب نسمع اول عنوان بقى يعني قناه السويس وايراداتها والارقام القياسيه اللي اتحققت يا فندم. تمام يا فندم. يعني احنا بنقول احنا السنه دي كان في اعلى اعداد للسفن واعلى حموله واعلى عائد بالدولار، كان السفن 22000 سفينه بزياده 16% عن السنه السابقه، والحموله كانت 1,320,000,000 طن بزياده 11% عن السنه السابقه، والإيراد كان 7 مليار دولار بزيادة 19% عن السنة السابقة. برضه يمكن تطرقنا لمقارنات إحصائيات الملاحة بقى في شهر أغسطس اللي فات اللي هو العدد ده، مقارنة برضه شهر أغسطس اللي قبله وكل الشهور أغسطس اللي قبل كده، يعني هو أعلى برضه عائد وأعلى عدد سفن. دايما بيبقى السؤال الأسباب الحمد لله اللي خلت قناة السويس على الرغم من الأزمة العالمية قادرة إنها تحقق هذه المعدلات، وكمان السفن الكتيرة والكبيرة اللي حمولاتها عالية اللي قدرت قناة السويس إنها تستوعبها. تمام يا فندم. طبعا هو نمرة واحد، أولا إن التجارة العالمية دلوقتي أو البحرية يعني مزدهرة. حاجة ثانية، قناة السويس بقت مقصد لكل الخطوط الملاحية اللي ما كانتش بتعبر قبل كده نتيجة السياسات اللي احنا بناخدها سواء في التسويق أو في عبور السفن. يعني احنا مثلا كان في 8 سفن من العملاقة الجيل الجديد لشركة ايفر جرين، دول عدوا خلال هذه السنة، السفن دي ما كانتش بتعدي الأرقام دي خالص، يعني السفينة 224,000 طن والطاقة الاستيعابية 24,000 حاوية، والغطس تحت 16 و30 سم ده كتير جدا يعني طبعا برضه. والعرض اللي هو 60 متر وطول 400 متر. فبرضه هم كل الشركات لما بتبص تلاقي ان احنا بننجح في حاجه ما كانتش بتحصل قبل كده، بيبقى دايما يقول طب هي قناه السويس هي الامن والاسلم والاقصر طريق، فلا على الخدمه المتميزه اللي احنا بنوديها. يعني احنا مثلا بنعمل في القطاع الجنوبي دلوقتي زي ما قلت لحضرتك ان احنا بنعمل التحور الثاني. ده احنا ما بنستهدفش منه فلوس، احنا بنستهدف منه خدمه للعملاء، يعني عايز العميل يبقى معدي في جزء القطاع الجنوبي اللي هو القطاع السيء اللي فيه انحناءات كتير وفي تيار بيأثر على دفع السفينه، فلما بعمل له تحسين بنسبه 28% في الجزء دوت هو بيشعر ان انا بعمل حاجه عشانه هو، انا مش بعمل حاجه هاخد عليها فلوس، لا انا بحسن الملاحه وبحسن الخدمه اللي انا بقدمها. برضه هو بيشوف مستوى المرشدين اللي بيطلعوا على المركب مستواه عامل ازاي وبيتصرفوا ازاي وبيتكلموا ازاي وفي مواقف صعبه بيكون تصرفاتهم ازاي. يعني احنا كان لسه عندنا حادثه من يومين الاربعاء اللي فات، المركب دي برضه كانت مركب كبيره 40 طن واستعرضت بالعرض وكان بالليل، واحنا يعني مش عايز اقول لحضرتك في ثواني كان جنبها 3 أطراد وبعدين زادوا لخمس اطراد، والموضوع كله خلص في 5 ساعات بدون برضه ما يحصل حاجه في المركب ولا في البضاعه بتاعتها ولا في حد ما يتفاقم، بهدوء والناس شغاله وعارفه بتعمل ايه وعندها قدرات وامكانيات. فدي دي دي ممكن تكون يعني من اول ايفر جيفن، نقول من اول ايفر جيفن حتى اللي حصلت عرفوا ان قناه السويس لا الناس دي فاهمه بتعمل ايه وبتقدر تحل المشاكل اللي ممكن تقابل اي سفينه
تمر عندهم في قناه السويس. فدي من ضمن الحاجات اللي احنا بنتكلم فيها، علاوه بقى على السياسات السوقيه ان احنا بندي تخفيضات لخط معين او نوع معين من المراكب، او مراكب تيجي من مسافه بعيده او بتعدي اكتر من مره، كل الكلام ده احنا بنعمله في سياستنا، فده برضو بيخلي يشجع سفن اخرى ان هي تعدي في قناه السويس. طيب عايزه تفاصيل اكتر يا سياده الفريق بقى عن الخطه المتعلقه بتطوير القطاع الجنوبي لقناه السويس، زي ما حضرتك اشرت انه بهدف طبعا تحسين الخدمه للسفن العابره. ايه اهم العناوين او طبيعه الخطه دي ايه يا فندم؟ شوف حضرتك، احنا كنا بدانا في المشروع ده من شهر مايو السنه اللي فاتت، كان سياده الرئيس صد عليه عندنا برضو في الهيئه، وقلنا له ان احنا هنخلص ان شاء الله في 24 شهر. هو النهارده سالني انت هتخلص ال 40 كيلو في ال 40 شهر في ال 24 شهر ان شاء الله يا فندم، في ميعادنا ان شاء الله السنه الجايه في شهر يونيو هنكون مخلصين المشروع. المشروع ده بينقسم الى جزئين، جزء في البحيرات المره الصغرى 10 كيلو بنعمل فيهم ازدواج، هيبقى فيهم قناتين، يعني هو كان قناه واحده، هنعمل قناه ثانيه بعرض 292 متر زي القناه الاولى، يبقى في قناتين، ده هيلحم مع قناه السويس الجديده اللي هي 72 كيلو، وبالتالي يبقى احنا عندنا 82 كيلو بدل 72 كيلو. الازدواج ده هيسمح بان يزود عدد السفن الموجوده داخل القناه حوالي 6 سفن، وده مطلوب جدا لان عدد السفن دلوقتي زاد. 30 كيلو تانيين من كيلو 132 لكيلو 162 في الجنوب، احنا بنعمل توسيع على جهه الشارع 40 متر، وبنعمل تعميق من 24 متر ل 27 متر او من 66 قدم يعني ل 72 قدم. ده بقى هيسمح بايه؟ هيسمح بتحسين حاله المناحه في الجزء ده، الجزء ده سيء جدا، هو ده اللي حصل فيه الحادثه حتى بتاعت ايفر جيفن. الحنقات فيه كتيره جدا، الزياده اللي احنا هنعملها مع التعميق يقلل الحنقات، السفينه ما تشعرش انها بتعمل انحناءات كتير وهي بتلف في المكان، برضه تاثير التيار هيقل على الدفه، وبالتالي كل الاباطين هيشعروا ان في تحسن في حركه الملاحه في الجزء ده. فدي احنا شايفين ان هي مهمه يعني. اكيد يا الحمد لله يعني. برضه التكسيه اللي احنا بنعملها دي الجديده بنعملها كمان، ارتفعنا بيها 80 سم تاثير المناخ، ويمكن الميه ترتفع، وخدنا تصديات البيئه، يعني برضه احنا متمشيين مع الاحوال الجوماويه والبيئه اللي بتحصل خلال الفتره اللي قادمه. طيب كان في برضه ملف مهم جدا خلال الاجتماع سياده الفريق المتعلق بالصناعه وتوطين صناعه سفن ومراكب الصيد، ده هنعمل ده ازاي واهميته ايه يا فندم؟ والحقيقه ان احنا كنا بنتكلم على توطين وصناعه اليخوت في مصر يعني. انت بس خدنا في اتجاه تاني، قال لك ماشي علاوه على انت بتقول لنا برضه تطوروا لنا غير اليخوت سفن مراكب الصيد للصيادين. الصيد اللي هي الصيادين السفن الصغيره اللي هي بتشتغل في البحيرات اللي اتطورت كلها واتطهرت. بيقول احنا مش عايزين نشيل الناس بتاعتنا تشتغل بالمراكب بتاعتها القديمه متهالكه وقديمه متهالكه ما يقدرش ينتج منها حاجه، احنا عايزين نعمل لهم سفن هيديها لهم كده يعني ببلاش كمان، ونعمل لهم سفن على قدهم برضه زيها كده، وتكون تعمل بالطاقه المتجدده، وتكون تعمل بالرياح بالشراع يعني، وممكن ده كده مع الاتجاه بقى الطاقه النظيفه يعني والاعتماد عليها اكتر. طبعا هو اكد عليها النهارده يعني، لازم تكون برضه متمشيه مع موضوع الطاقه النظيفه يعني. فهو قال احنا عايزين اعداد كبيره، نشوف العدد المراكب الصيد اللي بتشتغل في البحيرات كلها للصيادين اولادنا وناسنا اللي بيشتغلوا بيها وحالتهم، انقلهم من حال لحال. يعني هيبقى في دراسه الاول ايه احتياجات الصيادين، عايزين قد ايه مراكب علشان نقدر ان احنا تاخد مننا وقت. هو قال لي اعرض عليا نموذج، يعني هنعمل نموذج او يعني ديزاين لمركب تتمشى مع امكانيات الناس دي وقدراتهم وحجم المراكب اللي هم بيستخدموها، هي دي دراسه بسيطه يعني. وهنعرض عليه النموذج وهيصدى على طول هنعمله. دي عارفه انا بعد اذن حضرتك يعني، دي احنا بمثلها بتاع حياه كريمه، لا نخش القريه نطلع منها بعد ما نكون خلصنا كل حاجه. فبرضه بالنسبه للناس الغلابه اللي شغاله في البحيرات دي ببلاطات صيد حالتها سيئه وقديمه وما بتقدرش ينتج منها عدد السمك اللي هو بيعوزه، هنعمل نفس الموضوع دوت. وحضرتك بتقول لي بالمجان مفيش مقابل؟ هناخد المراكب بتاعتهم القديمه دي ونديهم الجداد ان شاء الله. طيب بس برضو احنا يعني في تصنيع حالي، حضرتك قلت احنا ابتدينا باليخوت والرئيس قال نشتغل كمان على مراكب الصيد، المصانع، الشغل، التكنولوجيا المستخدمه، فين الكلام ده؟ استثمار مصري اجنبي؟ احنا لا احنا في طبعا في شراكه بتتم دلوقتي، احنا عملنا يختين على فكره للسياحه، دول اللي عرضناهم على سياده الرئيس النهارده، خلصوا استلمناهم. ده بالشراكه مع شركه لسان الجنوب البحر الاحمر، هو كان دايما بيقول اتفقوا مع قطاع خاص واشتغلوا مع قطاع خاص. الشركه دي خلصت اليختين دول واستلمناهم، فكنا بنتكلم ان احنا نعمل معاهم شراكه وننتج في السنه حوالي من 11 ل 12 يخت يتباعوا سواء للخارج او في الداخل. الكلام ده هيتم فين؟ هيتم في شركه ترسانه البحر الاحمر اللي هي موجوده في سفاجه، وهيتم عندنا في ترسانه بور توفيق اللي موجوده عندنا في السويس، بحيث نعمل شراكه معاه ونعمل
زي مصنع او مصنعين يعني لانشاء اليخوت اللي فوق 26 متر واللي اقل من 17 لغايه 17 متر، ده هيتم في عندنا وفي السنه دي بشراكه بنسب 40-60%. واحنا فعلا بقى يعني احنا ما قلناش كده بس، احنا كنا مطلعين لانشين يعني في يخوتين دلوقتي اوريدي جاهزين حالتهم، الرئيس خد شاف الصور بتاعتهم ان شاء الله لما يبقى يتعرفنا هيشوفهم برضو، عشان الصناعه دي مهمه دلوقتي الفتره اللي جايه، ان في اهتمام جدا باليخوت في البحر الاحمر والبحر المتوسط، فاحنا عايزين نخش في دي استراتيجيه الهيئه اللي هي تطوير المراين بتاعتنا وكمان صناعه اليخوت. طيب هي الشركه اللي هتصنع اليخوت هي نفسها اللي هتصنع مراكب الصيادين ولا حاجه تانية؟ هو قال لي على هتشتغل في الاثنين. طيب احنا تقريبا يعني طبعا حضرتك بتقولي الدراسه مش هتاخد مننا وقت، بس اكيد في تصور مبدئي حركه الصيد يعني محتاجه قد ايه، الاعداد قد ايه تقريبا؟ يعني احنا لو بنتكلم في البحيرات يعني يمكن بنتكلم في حدود ال 1000 سفينه صيد، ممكن من 800 ل 1000 يكون يكفي العدد او يعني في الرينج دون يعني نتكلم على كده. دي حاجات كبيره ولا مركب الصيد كمان صغيره؟ لا البحيرات دي صغيرين، مركب الصيد صغيرين اللي هم فيها اسره عامه يعني نفرين ثلاث اربع اطفال هم اللي بيقوموا في المركب دي على الصيد، لان هو ما بيطلعش بره هو جوه البحيره وبالتالي بيحتاج حاجه صغيره يصطاد بيها من جوه البحيره، بحيره المنزله، بحيره ميروت، بحيره ايدكو، كل البحيرات اللي السيد الرئيس كان عمل على تطويرها الفتره اللي فاتت دي واتطهرت بعد ما كان فيها المصانع كانت بترمي فيها وكان الصرف السحري بيرمي فيها وكان يعني كانت عايزه كركت الحاجات دي واتطورت واتطهرت. تمام يا فندم، بالتوفيق دايما ان شاء الله، كل التحيه لحضرتك سياده الفريق اسامه ربيع رئيس هيئه قناه السويس.